مستمعينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم مليون حكايه. يسعدنا ان نلتقي بكم اليوم، وسوف نتحدث عن مغني وممثل وملحن تركي وهو ابراهيم تتليس. ابراهيم تتليس واحد من اكثر الفنانين الافراد شهره، حيث سجل 42 البوما من الذي كسر مبيعات التسجيلات التركيه منذ عام 1978. ويركز في موسيقاه الفولكلوريه التقليديه المعزوفة على آلات محلية، وهو أحد أكبر المغنيين الأفراد وأكثرهم شعبية حتى نهاية الثمانينيات. تاريخ ومكان ميلاد الفنان إبراهيم تتليس: 1 يناير 1952، يبلغ من العمر الآن 70 عاما، في مدينة كورفة تركيا. الأبناء إيلان تيتشاك، أحمد تتليس، ملك زبيدة تتليس، إيدو تتليس، إليف هيدا تتليس، جولشان تتليس، جولدن تتليس. الزوجة إشغول إلدز الأولى والزوجة الثانية برهان سفر. يعد إبراهيم تتليس أحد أبرز الفنانين الأفراد على الساحة التركية، إذ حققت ألبومات ونجاحات ساحقة، وعاد تتليس يظهر على الساحة بشكل أكبر وتصدر أغانيه قائمة الاهتمامات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية قيامه بمحاولة غناء أغنية أرمام مع ابنته إيلان خلال برنامج تلفزيون. المشهد المميز لإبراهيم هو يغني أغنيته الشهيرة برفقة ابنته والمغنية الموهوبة الشابة، تحول إلى ترند على مواقع التواصل وأثار العديد من المشاعر، من مشهد غناء الأب وابنته إيلان شتاك ووالدها أثناء الغناء. الأغنية تعد عودة لإبراهيم تتليس للغناء بعد فترة انقطاع كبيرة وصلت إلى 11 عاما، على خلفية تعرضه لمحاولة اغتيال وأصابته برصاصة في رأسه أدت إلى تعرضه للشلل. وظهر إبراهيم في الفيديو وهو يحاول الغناء وسط تشجيع كبير من الجمهور وللفرقة الموسيقية، وهو دفعه للبكاء الظاهر في الفيديو وهو يزرف الدموع. تعرض الفنان التركي إبراهيم تتليس لثلاثة محاولات اغتيال، آخرهم كانت عام 2011 والتي أدت لإصابته بشلل. وذكر البعض أن السبب هو إبرام الفنان لعدة صفقات وعقود مع شركات مقاولات في العراق متخصصة مجال السياحة والمطاعم. إبراهيم تتليس هو فنان تركي ونجم شعبي، ولد في سنلا روفا، المدينة التي احتضنت العديد من نجوم الغناء العالميين والأفراد. والده عربي ووالدته كردية، هو من الأصل عربي. كان الفنان إبراهيم تتليس العديد من الألبومات التي انتشرت على نطاق واسع حول العالم، وكان ينال جمهوره ومعجبيه عنوان إيبو، لأنه في تلك الفترة تم تقديم برنامج شهير يسمى إيبو شو. وقد حظى هذا البرنامج بالعديد من المعجبين، وتم عرضه على العديد من المحطات التلفزيونية حول العالم. وكان للفنان إبراهيم العديد من المشاركات في التمثيل المسرحي، وشارك في العديد من الأفلام التركية، مما زاد من شعبيته ونجوميته وجعله نجم يتألق بقوة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا مع تحيات.